طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الورى وسيد خلق المرسلين سعداء بلقياكم مرة أخرى مع هذه الأكاديمية الرائعة أكاديمية الجيل الجديد، درس آخر من دروس سلسلة تدريب المدربين للغة الإسبانية للمبتدئين. درس اليوم هو كما تشاهدون Estaciones del año. Estaciones del año. ركز على النطق كما تشاهدون، لأن النطق ضروري في اللغة. كم من شخص بارع في التكلم في اللغة، إذا تكلم ممكن أن يتكلم ساعة بدون قطع، ولكن يقول كيف يوصل الكلام إلى آخره. هذه اللغة، هذه اللغة يجب أن نتكلم بها ونجيدها في التكلم، في الإجابة، في إن شاء الله. في السلسلة سنتعرف إن شاء الله على جميع الحيثيات المتعلقة بهذه اللغة الرائعة إن شاء الله. Estaciones del año، طبيعة الحال تعني سنة، محطات سنة إلى آخره. هناك فصول في السنة الإسبانية، ممكن أن نقول لفصول السنة، لمحطات السنة Estaciones del año. يوسف لن نتكلم عليها، شرحناها وتعني عام سنة. Estaciones محطات أو فصول. Estaciones del año. Primavera. 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 Primavera, primavera, primavera. فصل الربيع. Primavera. Primavera. ليس فيرا لكن فيرا. Primavera. Invierno. 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 فصل الشتاء. Invierno. Invierno. Otoño. لاحظوا قلنا سيأتي يوم سنتحدث عن أني كيف تنطق. لاحظوا هنا Otoño. نيو نيو أني نيو بعدها أو تنطق دائما أو كالا أو Otoño. فصل الخريف. Verano من طبيعة الحال فصل الصيف. Verano. نعيد. Estaciones del año. Primavera. Primavera. Invierno. Invierno. Otoño. Otoño. Verano. Verano. ربيع. Primavera. شتاء. Invierno. خريف. Otoño. Verano. صيف. Estaciones del año. Primavera. Invierno. Otoño. Verano. انتهى الدرس. دمتم في رعاية الله مع درس جديد مع هذه الأكاديمية الرائعة، أكاديمية الجيل الجديد، ودائما الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.